السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومراجعتكم تمام. معكم منى ياسمين، وان شاء الله اليوم اون فا تيرميني لو كور تاع لا مومبرا سيتوبلازميك اللي بدينا فيه لا ديرنيير فوا. لا ديرنيير فوا حبسنا هنايا في لا كومبوزيسيون شيميك، قلنا باللي لي ليبيد كاين في لا كومبوزيسيون شيميك، كاين دي ليبيد دي بروتيين اي دي غلوسيد، صح؟ قلنا باللي وهاد لي هاد البورسونتاج راح يتبدل من سيلول سيلول، باغ اكزومبل في لي زيماتي ماشي كيما في لي زيباتوسيت، ماشي كيما في لي ميلين. لي زيماتي تاع الدم، ايباتوسيت تاع الكبده، اي لي ميلين تاع لي سيلول نيرفوز. الوغ راح نبداو بلي ليبيد مومبرانير. لي ليبيد مومبرانير كاين 3 فاريتي لي هما لي فوسفوليبيد les phospholipides, le cholestérol et les glycolipides. Phospholipides, où est-ce qu'il y a ktar. Le cholestérol, 25%. Mais avec les glycolipides, il y a beaucoup de 20%. On va commencer avec les phospholipides. J'ai une chouïa compliquée, mais ce n'est pas grave. On a les phospholipides de groupe, les glycérophospholipides et les sphingophospholipides. Ça va. هادوما لي دو فيهم اون تيت بولير، اون تيت بولير اي اون كو ا بولير، اون كو ا بولير. صح تقصوني ياسمين واش معناتها ا بولير ولا هيدروفوب؟ هيدروفوب محسوب كارهه للماء، محسوب وين تشوف الماء تهرب، وين تشوف الماء تهرب. الوغ كو بولير ولا هيدروفيل، وين تشوف الماء تروح لعندو تحب الماء. صح دوكا لي كو تاعهم بين زوج فيهم دي زاسيد غا و انساتوري في لا ممبران بلازميك، و جينيرالمون ماشي شرط يكونوا انساتوري. جو هنا كي اذا نهضروا على لي فوسفوليبيد اون جينيرال ماشي شرط يكونوا دي زاسيد غا انساتوري، مي اذا نهضروا على تاع لا ممبران بلازميك يكونوا انساتوري. صح كوم نقولو غليسيرو فوسفوليبيد، سما واش فيها اون بروميير بوزيسيون لو غليسيرول، وكي نقولو لو سفينغو سما كاين لو سفينغوزين. هكذا ديجا راكم حفظتو حاجه، كي نقولو غليسيرو فوسفوليبيد سما كاين غليسيرول اون بروميير بوزيسيون، كي نقولو سفينغوليبيد سما كاين لو سفينغوزين. لا دوزيام بوزيسيون بين زوج فيهم فوسفات، فوسفات سما هادي كيف كيف. و لا ديرنيير بوزيسيون كاين الكول، وكاين في لي غليسيروفوسفوليبيد وفي سفينغو كاين لي كولين. تسمى سفينغوزين فوسفات كولين، وهنا غليسيرول فوسفات الكول. الكول ولا لي زامين ولا على حساب دوك نشوفوهم. Les têtes, la tête des glycérophospholipides est basée sur un groupement glycérol. Ils sont majoritaires. Ou هنا sphingosine qui est mahdarna. كل واحدة تبع اسمها، هذيك هي الحاجة الماجوريتاire. Les glycérophospholipides sont les plus abondantes. ما قلنا بلي كاين لي غليسيرو لي سفينغو هادو. Les glycérophospholipides هما les plus abondants. Même بشاش. Est-ce que راني نجري بزاف في الهضره؟ Les plus abondants, كاين 4 variétés. كاين les phosphatidylinositol تسمى inositol، و هذه inositol علاش؟ لخاطر لا ديرنيير كوش فيها الانositol. باغ كونتر الاخرين كاين الكولين، ايثانولامين اي لو سيرين. هادوما كامل كيف كيف قلنا غليسيرول فوسفات، غليسيرول فوسفات هذه باينه، شغل هادو حاجات ثابته. الثالثه بوزيسيون هي لي متغيره، هنا لينوزيتول باسكو اينوزيتول، وهنا هادوما لا كولين لا ايثانولامين ولا سيرين، فيها سوا الكول سوا لا باز اميني. Les phospholipides sont des molécules amphiphiles bipolaires. Yasmine, واش معناتها amphiphile؟ amphiphile محسوب فيها les deux groupes، l'hydrophile ou l'hydrophobe. L'hydrophile محب للماء، وhydrophobe يهرب من الماء. واش صح نعطيكم مثال كيفاش hydrophobe. شفتوا زعما كي نحط زيت نحط فوقه الماء
ولا العكس. الماء نحط فوقه شويه الزيت، الزيت ديما يطلع الفوق يهرب على الماء ونقدروا نفصلوه بسهوله. هذه هي شغل لا فونكسيون ولا طريقه الهيدروفوب، كيفاش يهرب ديما الزيت من الماء. الهيدروفيل هي الجهه اللي تروح للماء، هذه تتخلط مع له، تسمى لا تيت، هي هاد الحاجه مدوره الي هيدروفيل، ولا كو الي هيدروفوب. هيدروفوب ولا ابولير، هيدروفيل ولا بولير، كيقولوا بولير ولا ابولير، ديما لو بريفيكس ا سي الكونترير تاع الكلمه الاولى. تسمى اذا قلنا بولير هو محب للماء، ابولير غير محب للماء ولا كاره للماء. او ميليو اك، صح او ميليو اك، محسوب زعما لو كان نحطو زعما هكا لي ليبيد نحطوهم في ان ميليو اك لي زعما سائل. En raison de leur caractère amphiphile, amphiphile qu'on appelle les jiha hydrophobe ou jiha hydrophile, elles tendent à s'organiser spontanément de différentes manières, telles que les groupes polaires restent au contact de l'eau. Hif la faute. Grâce à quelle nagral comme et faham comme, had le schéma il est excellent. Had le schéma je connais très bien. Saha. قلنا زعما هنا هاي اللي كل جهه، هذه هي برك الاك اكاز، وهنا ما كاش كامل سائل. تسمى واش راح يدير؟ راح تتشكل لي لي تيت كي سون بولار يروحوا لجهه الماء، ولا كو اللي مشي بولار كي ا بولار راح تهرب لي من الماء. ومن بعد راح تتغلق لي، كي تتغلق اون فرونسي واش نقولوا لها، ولا هذه الطريقه اللي تغلق بها نعيطوا لها لوتو فيرميتور. فيرميتور محسوب الانغلاق، اوتو محسوب وحدها وحدها تتغلق. كيفاش كي كوم راهي اون سول كوش تاع لي 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 بي لي فوسفوليبيد، او كوم الي اون سول كوش تاع لي فوسفوليبيد او ومغلوقه نعيطوا لها مثال. هذه هي لي مثال واش معناتها اون سول ولا وراهي مونو كوش. مونو محسوب كي نقولوا مونو، ديما لو بريفيكس مونو محسوب واحد والبي محسوب دو. مونو كوش لي تغلق بين اوتو فورماسيون هي اللي نعطوا لها لا مثال. او لي ليبوزوم وشنو صحا، وشنو هو الفرق بين ليبوزوم؟ انا نشوفهم بين زوج مدورين مدورين، وشنو هو الفرق بين ليبوزوم والمثال؟ صح، حطينا لي ليبيد في الميليو اكو، مي هذه المره الميليو اكو راهو كاين من الفوق ومن تحت، بينما في لا فوتو اللي قبلها كان غير من الفوق. هنا كي راهو من الفوق ومن تحت، تسمى لاكو ما تقدرش تكون هي اون فاس لا فاس التحتانيه وتتلاقى ديريكت مع الماء. هنا نو، لازم تجي اون اوتر كوش تاع لي فوسفوليبيد تتحط فوق الاخرى، هادية كوم تتحط كي قلنا تتحط، هذا يعيطوا له ان اوتو اسامبلاج، تحطت فوقها ومن بعدك صارت لها اون اوتو فيرميتور وتشكلنا لو ليبوزوم. لو ليبوزوم هو اللي راح يكون لي هو الحاله تاع لا مومان بلازميك، هاي اللي شوفوا هاد كيفاش تتغلق، هذه هي لوتو فيرميتور، هاي اللي كيفاش تغلقت. هنا راهو ليبوزوم باسكو راهو فيه دو كوش، دو ولا بي كوش، قلنا بي كوش محسوب زوج، هادا هو فقط. لا مومبران بلازميك سيبار، هادي قلناها في لانتروديكسيون، لا مومبران بلازميك ال سيبار لو ميليو انتيريور دو لا سيلول كي اي ا كو دو دو ميليو اكسترا سيلولار كي اي ا كو. علاش؟ خاطر داخل لا سيلول وين راح زعما، هادي داخل لا سيلول ا كو وخارج لا سيلول الي ا كو. تسمى واش لازم يصرا؟ لازم من برا ما يتلاقاش مع لا كو، ومن الداخل ثاني ما يتلاقاش مع لا كو. سي بور سولا راح تتشكل لي اون ليبوزوم شي المثال. لي غروبمون بولير دي فوسفوليبيد، هذه هي واش شرحت لكم راهو مكتوب. تسمى
le cas t'as la membrane plasmique ou liposome chez le micelle. Les phospholipides s'associent ou s'assemblent pour donner une structure dite double feuillet ou de monocoche. Hadi wach qulnaha fi cryodécapage, qulna belli zama ki ndiro cryodécapage titla li mel fouq une monocoche externe ou mel tahta une monocoche interne. Wach kont kifach rahtha lkom fi la vidéo loula qult lkom belli chwiya mel clair yroh ma chwiya mel foncé ou chwiya mel clair yroh ma chwiya mel foncé. Hadi hiya وشنو هو تسمى دوكا في هاد لا بارتي حنعرفوا شكون هو الكلير شكون هو الفونسي. الفونسي هو لا تيت والكلير هو لا كو. سي بور سولا كي قطعناها طلعت شغل شاك فوسفوليبيد طلع وحده. زعما كي تكون عندنا تخيلوا معايا عندنا فيرميتور هايك فيرميتور تاع كاش فيستا فوالا كي نسيو نفتحو لا فيرميتور تفتح لنا قباله ديريكت باسكو كاين السنات هكا يكونوا داخلين في بعضهم فكي نفتحوها السنات يتفتحوا. هادي هي الكريو ديكاباج كيفاش تتخيلوها. هادو هما السنات تاع لا فيرميتور. سي فاسيل صح. لي فوسفوليبيد نو بريزون با لا ميم لونغور. صح ياسمين كيفاش هادي يل بريزون با لا ميم لونغور. صح دوك نفهمكم علاش يل بريزون با لا ميم لونغور. عندنا زعما هاي ليك هادي فوسفوليبيد هاي فوسفوليبيد واحد اخرى تجي زعما يدها شويه طالعه فوسفوليبيد مدلا كولور فوسفوليبيد واحد اخرى تجي يديها شويه قصار. علاش مقبل واش قلت لكم باللي ال سون لي اسيد غرا تاع لا ممبران بلازميك ال سون ان ساتوري لي اسيد غرا واش يشكلوا لي ايا تفكروا. صح يشكلوا لي لا كو كي اي هيدروفوب. ايل سون يكونوا ان ساتوري ويكون بيناتهم دي دوبل ليزون. صح وغراس لا لونغور لي مشي كيف كيف ولا ساتوراسيون لي مشي كيف لي ني لا مشي كيف كيف لا ساتوراسيون كي مشي كيف كيف هذا سو كي فا مدوني لا فلويديتي مومبرانير. ياسمين واش معناتها لا فلويديتي مومبرانير؟ لا فلويديتي مومبرانير هي شغل الخليه تتحرك شغل لا فلويديتي مومبرانير الخلايا يعني ماشي الخليه باردون لا مومبران بلازميك اللي لي كونستيتيون تاعها راح يتحركوا مثلا لي بروتيين لي ليبيد راح يتحركوا وهذه كامل راح نقراوها طالا سويت ما لو بريسيبيت با لي شوز. لا بريزونس تاعها انا كي كنت العام اللي فات اون بروميير اني كنت نحسب كنت ديما نقول بلي الكوليسترول هو اللي بسببه ولا بفضله تصرانا لا فلويديتي مومبرانير الوغ كو سي وكنت تري تري سور ودرتها في ليكزامان اي سيتي فو. دونك لاسيد لا بريزونس دو لاسيد غرا ان ساتوري هكا إلي انساتوري هي اللي ال فا اوغمونتي لا فلويديتي مومبرانير. عاودو لاسيد غرا لي يكون فلاك كي انساتوري لي يل فا اوغمونتي لا فلويديتي مومبرانير. صح لي فونكسيون تاع لي فوسفوليبيد سون هيدروسولوبل يل فا ديتيرميني لا فورم لا ستركتور دو لا ممبران بلازميك. واش معناتها زعما قلنا بلي لي اسيد غرا ماشي كامل قد قد زعما واحد طويل واحد قصير واحد داير هاك هاد اي مين ليكو زعما فوالا واحد قصير واحد طويل تما لا فورم تاع لا ممبران بلازميك قادره تتبدل. اذا زعما كانوا لي اسيد غرا هكا طويل واش راح تكون؟ راح تكون لا ممبران بلازميك شويه خشينه. اذا كانوا قصار تكون رقيقه. اذا ما باليش كيف ليسونسييل هي الفا هي اللي الفا تتحكم في لا ستركتور تاع لا ممبران بلازميك اي الفا فورمي اون بارير امبرميابل او
مولكول تسمى لي فوسفوليبيد هما اللي راح يديروا لي لا بارير اللي ما راحش تخلي لي لي موليكول يدخلوا زعما يجي من موليكول تقولها معليش ندخل تقولها اواه انت راكي كبيره بزاف نو انت راكي هكذا نو تقول سي لا مومبران بلازميك اول حاجه اللي راح تتحكم في لا امبيرميابيليتي محسوب الدخول تاع لي موليكول هي لي فوسفوليبيد grâce à leurs propriétés d'ouverture, il intervient dans l'endocytose, l'exocytose et la cytodiérèse. Waouh, Yasmine, tu m'as grave aidé. Là, ça arrive très bien. C'est quoi aide les trucs? Ça. L'endocytose ou l'exocytose, je vais l'expliquer en parallèle. Endo. Il y a le mécanisme endocytose généralement. Exocytose, c'est un mécanisme de transport. Ça a aussi le faire bien endo ou exocytose. Endo, je fais endo, je le hajar de troll, endo, entrée. Ou exo, ou l'extérieur, ou l'exit. L'endocytose, c'est le mécanisme de transport dans les molécules vers l'intérieur, endo, entrée, yani vers l'intérieur, où l'exocytose, elle va transporter les molécules vers l'extérieur, exo, extérieur. هكذا باش تحفظوهم صح يا ياسمين وشنو لا سيتوديريز لا سيتوديريز هي راح يكونوا عندنا هكذا une cellule mère اللي راح تعطينا دو سيلول في هذه هي اللي شغل الانقسام تاع الخليه سي فاسيل سي فاسيل سي فاسيل هاي اللي في الاندوسيتو شوف كيف اي هاي اللي في الاكزوسيتوز هذه اندو نو هذه مش اكزوسيتوز ويت ما حبيتش تمشي الاكزوسيتوز سي با صح 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 لو كوليسترول لو كوليسترول جاي كيما لي فوسفوليبيد إلي كونستيتوي دو لا تيت اي دو لا كو صح كاين حاجة زيادة هو هاد لو نوايو ستيرويد كي يي سوليد صح لا تيت بولار قلنا بولار واش معناتها حسب على هيدروفيل تحب الماء والابولار يعني هيدروفوب تكره الماء صح والنوايو هذا ستيرويد سوليد واش حيدير لنا صح il est solide tsma il va augmenter la stabilité mécanique de la membrane plasmique comme هذا قلنا سوليد شغل راح يستابيليزينا قلنا احنا باللي زعما الاسيد غرا تاع لا كو تاع لي فوسفوليبيد هي راح الفا اوغمونتي لا فلويديتي محسوب راح تتحرك بزاف 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 لا مومبران بلازميك يجي الكوليسترول يقولها واش 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 ستوب بلا عقل تسمى الاخرى بزاف خفيفه هذا رزين يتقلها تسمى الفا اوغمونتي لا ستابيليتي الفا ديمينوي لا فلويديتي مومبرانير ثاني il va diminuer la perméabilité de la membrane plasmique il va diminuer la perméabilité قلنا la perméabilité هي الدخول تاع الاشياء من خارج الخليه التي موليكول صح 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 les glycéros les glycolipides لي غليكوليبيد هي الشيء الاخير في هاد لا كومبوزيسيون تاع لي فوسفوليبيد باردون الي كومبوزي ديما بار اون تيت او بار اون كو لا تيت الي بولير ديما او لا كو الي هيدروفوب ديما او لا كو نيمبورت كال حاجه سواء في لاسيد غراس سواء في الفوسفوليبيد سواء في الجليكوليبيد ديما سي دي اسيد غرا مي هنا لا تيت اللي راح تتبدل هو صافي لا تيت اللي الفا ديفيرونسي اللي راح تفرق لي بين هذا الفوسفوليبيد الفوسفوليبيد قلنا لا تيت تكون قلنا بلي مكونه من ثلاثه سواء زعما لينوزيتول وهذا والفوسفات وزعما الكحول هنا نو لا تيت راهي متكونه ملوز
Normalement, elle a compris les doses biochimie. Il participe à la formation d'une partie du cell coat. Les dames déjà allaient le cell coat. Ou rachem zidoun hadroleh fallait glucide. Don't worry. صح لي دوك كملنا وشنو هما لي فوسفوليبيد لي غليسيروليبيد لي غليكوليبيد لي كوليسترول وهما كيما قلنا ديجا باللي مجميع حاجه راهي مكونه منها لا سيلو لا مومبران ديما نقول لا سيلول سو اعذروني كي تقول لا سيل عرفوا بلاكم اني نهضر على مومبران بلازميك هي اللي مجميع حاجه متكونه منها لا مومبران بلازميك راح تخلي لنا لا مومبران اسيميتريك بمعنى غير متناظره فلي فوسفوليبيد هي حاجه ثاني راح تخليها تكون غير متناظره فمثلا زعما هنا كاين لو جون هنا ما كاش هنا جو سي با كاين لوز هنا راح يقابلوا صفر اللي اسيميتريك صافي قلنا لي سيل كوت كامل راح يخليها اسيميتريك لي فوسفوليبيد ثاني خلوها اسيميتريك ولي بروتين ثاني هضرنا عليهم في لا بارتي لا بروميير بارتي قلنا يخلوها اسيميتريك دوكا هادوما بالكو تقولوا باللي ما يتحفظوش باسكو يتحفظوا هادو يتحفظوا دوك كيفاش I will try to نحفظها لكم عندنا لي سفينغو ميلين قلنا كاين لي سفين لي فوسفوليبيد كاين لي غليكو لي غليكوليبيد دوك لي غليكو فوسفوليبيد وكاين لي سفينغو فوسفوليبيد لي سفينغو فوسفوليبيد كاين نوع واحد اللي هو سفينغو ميلين لي ديما يكون من لاكوش اكسترن اللي هو هاوليك هاوليك صفر لي فوس الكولين ديما نقول ننطق غير لو سوفيكس الاخر لا خاطر خلاص هذه باينه باش تسهلوا الحفظه على روحكم هكذا الكولين ثاني جاي من لافاس اكسترن تسمى اللي جاي من لافاس اكسترن كاين اونلي تو اللي هو الكولين و لو سفينغو ميلين لو كولين و لو سفينغو ميلين جايين من لا بارتي اكسترن دوكا لو الانوزيتول و ايفانولامين و السيرين كامل جايين من لا فاس من لا بارتي ولا من لا فاس انترن تسمى زوج برك جايين من لا فاس اكسترن اللي هما سفينغو و سفينغو ميلين و الكولين والباقي كامل سي دي من الفاس انترن باردون لو كوليسترول يكون في لي دو مونوكوش يقدر يكون هاوليك في لا مونوكوش اكسترن ولا يقدر يكون في لا مونوكوش انترن واش معناتها مونو محسوب وحده كي نقولوا بيكوش قلت لكم كي نقولوا بيكوش محسوب زوج هادو راهم بيكوش وبصح كي راهي وحدها هكا مونوكوش لي غليكوليبيد جايين اونيكمون في المونوكوش اكسترن اشفاو السكر دائما دائما ديما دائما ابدا يكون في الفاس اكسترن لي سيل كوت هادو ولي غليكوليبيد كلش يكون في الفاس اكسترن وهادو يتحفظوا بار كور سي دي كيستيون كو سي ام هاد لو كور لي تري امبورطون في كو سي ام لامني فات طحنا بزاف منه لي بروتين مومبرانير شوفوا سبحان الله لي ديتاي اللي كاين سبحان الله الخالق اللي خلق هاد لي ديتاي كامل لي فوسفوليبيد بالانواع لي كوليسترول اللي يخلي ينقص ليله في الفيديتي وهادو يزيدوهم شغل فريمون فريمون تناسق تناسق رهيب سبحان الله شغل الانسان انا جوفا بلي الانسان كي يقرا ميدسين راح اوتوماتيكمون راح يزيد الايمان تاعو باسكو سبحان الله على كل حاجه راح تقراوها سواء الاناتومي لا فيزيولوجي ليستولوجي لا سيتولوجي لا بيوشيمي كلش ايماجيني وحنا رانا نقراوهم بالموجول ونعياو ويجينا ضغط الوغ كو هما كامل راهم في الكور تاعنا السليم المعافى الحمد لله ف كي تكونوا تقراو ديما ديما اكثروا الحمد وصلحوا نياتكم من هذا طلب العلم
في كلية الطب. هو فعلا كلية الطب متعبة، وفعلا راح تعيوا بزاف، وراكم خاصة راكم في أولى الخطوات تاعكم، لكن احتسبوا الأجر، وديما أنها خالصة لوجه الله، وبإذن الله ربي يوفقكم. لي بروتين مون بغانيغ سي لا بارتي لي نحبها كامل. لي بروتين سي الحاجه المفضله تاعي، باسكو لي بروتين يدخلوا في حاجات بزاف، جو بزاف بزاف يدخلوا لي بروتين في حاجات بزاف، في النقل، في بزاف حاجات. جو فريمون لي بروتين عندهم دور عظيم في لو كور تاعنا. وشوفوا لي ديتاي، حتى لي ديتاي كيفاش جايين، غير هادي غير في داخل لا سيلول كيفاش جايين، واحد لداخل واحد برا، واحد يجي انترا مومبرانير، هادو كامل لي ديتاي يخلوا البروتين مع الخدمه تاعو اللي يخدمها في كامل لو كور، سواء كوميتان انزيم، سواء بزاف حاجات، يخليه فريمون اون موليكول تري نابل ليسونسييل. هضرت بزاف، اون كومونسي باردون. سون موان نومبروز كو لي ليبيد، بحيث واحد بروتين يقابلو 5 لي ليبيد، إل سون بلو فوليمينوز كو لي ليبيد، وعندهم بداية سي او اش، و ان اكستريميتي ان اش دو. واش كنا نقولو في الليسي؟ زعما هادي سي اون بروتين، زعما قلنا ديما منين تبدا سي لان اش دو، هادي لان اش دو أموشيبان، هذه زعما لانش دو، وهذه سي او اش. تما منين تبدا لانش ان اش دو وين تخلص سي او اش، هذه قلنا كنا نقولوها في الليسي كي قرينا بنيه البروتين. لي بروتين مومبرانير سو ريبارتيس اون دو غران غروب، لي بروتين انترانسيك و اكسترانسيك كي سون بيريفيريك. ياسمين واش معناتها انتران و اكسترا؟ كي نقولوا ان، شوفي نجمع هذا انترا محسوب لداخل و اكسترا محسوب برا، اي سي لوجيك. تما انترانسيك يجو لداخل و يجو دو غروب، انكري و انتيغري، انكري و انتيغري. واش معناتها انكري؟ محسوب يجي سوا زعما هاي ليك، دوك نفهمكم، زعما هادو لي مونوكوش هاي ليك يجي زعما في هادي فلا مونوكوش اكسترن يجي هكذا، ولا فلا مونوكوش انترن يجي هكذا. هادي هي واش معناتها اونطري. بصح انتيغري ولا ترانس مونبرانير يجي من الفوق للتحت هكذا، فهمتوا؟ اي الاكسترنسيك كاين سوا اكسترا سيلولير سوا سيتوزوليك. هما كاين اكسترا سيلولير فيبرونكتين لامينين، وسيتوزوليك كاين سبكترين اونكرين و لاكتينين ادوسين. هادو ماشي بزاف امبورطون. لي بروتين اكسترنسيك اكسترا سيلولير هاهم، فوالا فوالا فوالا، راهم يبانو تري بيان في هاد لا فوتو. هاي ليك هذا اكسترانسيك باسكو جاي من برا، اكسترا سيلولير، وهذا سيتوزوليك على خاطر جاي من داخل من جهه السيتوزول. وكيفاش يجي بيريفيريك؟ يلصق في صاحبو لو ترانس مومبرانير اللي هو هذا. تسمى نقدر نقولو بلي لو ترانس مومبرانير هو لو بلو 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 امبورطون. صح صح صح، لي بروتين انترانسيك ولا ترانس مومبرانير اللي قلت لكم نقدر نقولو بلي لي بلو امبورطون. اذا نزرب بزاف قولوا لي لي بروتين انتغري ولا ترانس مومبرانير سون دي بروتين كي بينيتر دون لا بيكوش لي بيتيك دو لا مومبران بلازميك. واش معناتها؟ معناها قلت لكم يجي من الفوق لتحت كيما راهو يبان هكذا. قلنا بلي عندهم اون بارتي ان اش 2 لي جي ديما اكسترا سيلولير، و اون بارتي سي او اش لي جي انترا سيلولير من جهه السيتوزول. هادي خلاص فهمناها، لي دو سوا لان اش 2 ولا سي او اش سون هيدروفيل، سي نورمال باسكو ديما يروحوا لجهه ليكيد. لا بارتي انترا مومبرانير كي هيدروفوب لي جي لداخل، هاديك انترا مومبرانير. انترا محسوب داخل لا مومبران
شوف غير اللي يجي هاي ليك لي كولور ما قدرتش نصيب كولور تبان في كلش هاي ليك انتر مون برون نير elle est formée d'acides aminés hydrophobes محسوبيه كرههم الماء سي بور سا يجوا لداخل وهادو هيدروفيل يحبوا الماء سي بور سا يجوا من برا اي اون فورم دي ليس الفا اذا تشفاو كنا نقولوها في التيرمينال هذا هو لي ليس الفا تسمى ترانس ممبرانير ديما 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 ليس الفا الى انتراجيس افيك لي كو دو لي كو دو موليكول لي بيديك هايليك هايليك الى انتراجيس محسوب ليها تفاعل ولا حاجه هكا صح كاين في لي بروتيين انتيغي ولا ترانسمبرانير كاين دو فورم كاين ولا دو تيب كاين فورم غلوبولير اي فورم باتوني باتوني وشنو هو لا ديفيرونس بيناتهم الباتوني الي اون ان سول دومين دي ليس الفا محسوب جايه غير هكا باغ كونتر هادي بليزيور دومين دي اون اي ليس الفا هايليك ومن بعدك تجي هايليك ومن بعدك تجي هايليك حتى تتشكل لنا تولي سمينه وتتشكل لنا اون une forme globulaire. وهذه رقيقة تسمى une forme bâtonnée. That's all. سي بزاف easy مي يطيح بزاف بزاف يطيحوا في الكوسيام هاد لي ديتاي. Les protéines ancrées, ce sont des protéines qui ne pénètrent pas dans la bécouche lipidique محسوب يكونوا من الخارج تسمى هاي ليك لا بيكوش ليبيديك ما تجيش كاع 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 اون ريلاسيون داخلها هنايا بصح راح ترتبط لي مع هنا كالكو حاجه اللي راح تخليها لي مربوطه معاها وشنو هما هاد الحاجات اللي تربطوا معاها هنا سا ديبون اذا رانا نهضروا على لامونوكوش اكسترن ولا انترن راح نبداو بلامونوكوش اكسترن لامونوكوش اكسترن راح يكون عندنا الفوسفوليبيد بصح النوع تاعو الفوسفاتيديل اينوزيتول صح هنا حتسقسوني تقولوا لي حبسي 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 واش راكي تخلطي كاع راح تقولوا لي ياسمين قلنا بلي الفوسفاتيديل اينوزيتول جاي من لافاس انترن وراح هاي ليك قلنا جاي من لافاس انترن صح مامان جو مي سوي دي لا ميم شوز التفسير الوحيد اللي صبتو سي كو قال لك الي بريزونت هنا في لامونوكوش اكسترن اون تري بيتيت ولا اون فابل كونتيتي او نيفو دو لامونوكوش اكسترن تسمى لي بزاف 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 جاي في الانترن مي هذا لا يمنع انه كاينه في الاكسترن باش راح يفيكسي لي المونوكوش لا بروتين اونكري قال برا صح فايش كو ديريكت هذاك الانوزيتور راح يتلاقى لي مع لا بروتين اونكري نو راح تكون كاينه اداه واصل وشنو هي هاد الاداه واصل لو جي بي اي لو غليسي لو غليسيف لو غليسيل باردون لو غليسيل فوسفاتيديل نوزيتول باردون صح نقول له SGPE هو اللي يلفا فيكسي هاد البروتين دونكراج مع لا انوزيتول سي كلير نورمالمون اي تري كلير ان شاء الله صح وهنا نروحو لتا لامونوكوش انترن لامونوكوش انترن هنا قلنا راهي لاصقه في جي بي اي الوغ كو هنا في لامونوكوش انترن راهي لاصقه في ان اسيد غرا اسيد غرا بروتين اونكري انترنسيك ولا ماشي انترنسيك تاع لامونوكوش انترن هذه هي لي تري فاسيل كل يقولوا لي ياسمين كلش فاسيل انتي ليك مي انا فريمون قرا بارامور سي بور سا استمتع جدا وانا قاعده نقرا وخاصه اني نفهم هكا سي اميوزون هاد لا فوتو الي تري امبورطون راح تخليكم تحفظوا تري بيان
قلنا بلي لي بروتين ترانسمبرانير يقدروا هما ديجا دو فورم دانيليس الفا اللي يقدروا يكونوا دو فورم غلوبولار ولا دو فورم باتوني. صح هاد لي ترانسمبرانير واش راح يلصقوا لي معاهم لي بروتين بيريفيريك ولا اكسترانسيك. صح ولي بروتين لي بروتين انكري اللي يكونوا من برا لاصقين مع جي بي اي واللي يكونوا من داخل لاصقين مع لي اسيد غرا. هاد لا فوتو تخليكم تحفظوهم باركر. هادي تاع لاسيد غرا جي بي اي بزاف امبورطونت وطاحت لنا اي ثينك في لي كوسي ميداني شافين. صح لي بروتين ils vont assurer quoi, ils vont assurer la perméabilité. علاش لا خاطر احنا مقبل واش قلنا لي فوسفوليبيد ينقصوا لا بيرميابيليتي. علاش دوكا هنا لي باش لي بروتين ils vont assurer la perméabilité. لا بيرميابيليتي واش معناتها محسوب يدخلوا لي موليكول للخليه سواء يلصقوا فيهم سواء يكونوا دي ريسبتور سواء هما لي ils vont يكونوا دي كانو سواء بزاف حاجات اللي راح تقراوهم ان شاء الله اون اس 2 ومن تقراوهم اون فيزيولوجي. يقدروا يكونوا دي ريسبتور il assure l'adhérence de la cellule ou je m'entends l'adhérence de la cellule ça m'a amené à dire une cellule et une cellule هذا بيناتهم واش حيصرا بيناتهم سواء ترابط سواء الحاجات المهم كاع الاشياء اللي حتصرا بين هذوما لي دو سيلول سي لادهيرونس هي نورمالمون بالعربيه راح تلي مي اي ثينك شغل التواصل بالحاجه هذيك يقدروا يديرونا لي رياكسيون انزيماتيك باسكو قلنا بلي لي انزيم سي لي دو باز دو بروتين ولا كومونيكاسيون انتر سيلولار واش معناتها انتر كي نقولوا انتر محسوب بين تما لا كومونيكاسيون بين هاد لا سيلول وهاد لا سيلول الي اسوري بار دي بروتين اللي ان شاء الله راح نقراوهم اون دوزيام اني في هاد الكور يسموه لاديرونس سيلولار باذن الله يضحينا. Alors, la chose la dernière, les phospholipides, pardon, la chose la dernière, la composition chimique de la membrane plasmique, c'est les glucides. Où je connais les glucides sont situés presque toujours au côté extracellulaire. Je me rappelle très très bien qu'il y a une terminale. Dis-moi, les glucides, ils sont la partie extracellulaire membrane. Sont des polysaccharides qui marquent comme tu vois là, haïlik, glucides, haïlik, c'est des polysaccharides toujours liés à des protéines, haïlik, liés à des protéines, les naïtonhom les glycoprotéines, les naïtonhom des glycoprotéines, ils vont fixer des glucides. Ou là, ils connaissent les screens, les phospholipides ou les lipides. اللي نحيطو لهم لي غليكو ليبيد اي كونستيتو هاد لي غلوسيد اللي فون كونستيتوي لو غليكو كاليكس اللي هضرنا ديجا عليه ولا لو سيلكوت. هذا مكان لا غليكو كاليكس ولا لي غلوسيد اون جينيرال بون نهضروا على لا غليكو كاليكس باسكو هي طريقة تمثيل الجلوسيد في الممبران بلازميك. La glycocalyx elle va assurer les fonctions suivantes. L'activité enzymatique, normalement, هذه فهمتوها. La reconnaissance cellulaire. واش معناتها la reconnaissance cellulaire؟ قلت لكم ديجا في la vidéo précédente بلي la glycocalyx c'est la carte d'identité تاع la membrane plasmique. La protection contre les agressions enzymatiques. Un exemple, la protection contre la protéase. La protéase, c'est une enzyme. Elle va casser ou la tadmli les protéines. Saha. Yasmine, saha ou la lipase ou la protéase. La membrane plasmique. Saha ou تاع الجلوسيد باردون مع لا بروتيكسيون هذه كونتر لا بروتياز. حنا على بالنا بلي لا ممبران بلازميك راهي ديجا كونستيتوي ب دي بروتيين
هايليك، سوا هادو سوا هادو كي سون ترانسمبرانير، سوا هادو باطوني سوا هادو غلوبولار، الي كونستيتوي بهم. مالا تخيلوا لو كان يجي البروتينز اللي هو اصلا جاي باش يهدم لي بروتين وما يتلاقاش بلي غلوسيد، اول حاجه يتلاقى بها هي لي بروتين، مش راح راه يهدم لي ويكسر لي هاد لي بروتين، يتكسروا لي لي بروتين. ديروا في بالكم بلي تكسرت لا مومبران بلازميك، تسمى هو كي يجي ويتلاقى بلي غلوسيد سوري ما نعرفوكمش. يا سلام عليكم. هذه هي لا بروتيكسيون كونتر لا بروتياز. لا بروتيكسيون كونتر لي سكريسيون كيميك راح كيما لاسيديتي غاستريك سي لو ميم كونسيبت. لا ديتيرميني لا دي لا ديتيرميناسيون تاع لي غروب سانغين قلنا باسكو ديجا راكم تعرفوها كيفاش تصرا لي زونتيجين وكامل. لا شارج نيجاتيف دو لا مومبران بلازميك تسمى غراس او غلوسيد ولا لا غليكوكاليكس راح تكون عندنا لا مومبران بلازميك الي شارجي بالنيجاتيف ولا دي لا دي في لا دي زيفيتي سيلولار سي كيما شغل نقل. كاين دي مو فريمون محولي بالعربيه. صح هكذا on a terminé la composition chimique. C'était très rapide, je pense, parce que c'est dit la vidéo deux fois. I think بلي j'ai tout dit deux fois, donc je sais pas ce que j'ai tout dit la composition chimique. راح نهضروا دوكا على الاركيتكتور موليكولار. واش معناتها الاركيتكتور موليكولار؟ محسوب الهندسه تاع هاد لا ممبران بلازميك كيفاش راهي ومنين راهي متكونه. دوكا عندنا لا تكنيك دي ممبران ارتيفيسيال باردون لا تكنيك تاع لي ممبران ارتيفيسيال لي الفا برك مونطري بلي لي ليبيد سون اورغانيزي اون بيكوش من الفوق ومن تحت. جو سي با تري امبورطون وحوست عليها في جوجل باش نحوس بلو ديتاي مي مالوريزمون ما صبتش غون شوز. La technique de résonance magnétique nucléaire, l'RMN, li had le khorti kamel wach rahou yehdar li rahou برك had la technique touri li les phospholipides kifach yitharkou f la membrane plasmique. Kayen 3 mouvements, soit le mouvement de diffusion latérale, soit le mouvement de bascule flip-flop et le mouvement de rotation sur place. Ça, je vais vous expliquer comme le واحد. Les mouvements de diffusion latérale qui sont fréquents, c'est les mouvements qui se fait dans le plan du feuillet. Où je mène à le plan du feuillet. Où je connais un rôle où elle est constituée de deux feuillets. واحد qui est interne ou واحد qui est externe ou واحد qui est interne. صح صافي. واش معناتها ان فيي هايليك حيصرا غير بين هاد الفوقانيين ولا يصرا غير بين التحتانيين. باغ كونتر لي موفمون دو فليب فلوب لي راح يصراو ليك غاس على فليباز كي كونسوم انرجي راح تقلب لي كومبليتمون الفوقاني ترجعوا لتحت والتحتاني ترجعوا لفوق. تما الي با او نيفو دو فيي. هذه ما كان قلنا سات فينومينها قلت لكم بلي اهلي اسوري بار فليباس كي كونسوم انرجي. لا روتاسيون سور بلاس ما راح تخدم لي ني على لو فوي ني الفوق ني التحت. كل فوسفوليبيد وحده يدور غير وحده. هذا وفقط سي تري فاسيل. تسمى لا تكنيك دو ريزونانس مانيتيك نوكليير راح تهضر لي على لو ديبلاسمون ولا لو موفمون تاع لي ليبيد. ومن بعد راح نهضروا على لا تكنيك تاع ليمونو فلوريسونس ولا ليبريداسيون سيلولير لي راح تهضر لي على التحرك تاع لي بروتين. صح هذه نفكرها لكم بلا ما نقرا لكم هذا الخرطي هذا الخرطي كامل باسكو سي ترو لون ما عندها حتى معنى. قراوه وحدكم. اذا تشفاو في تيرمينال كنا نقولوا بلي نجيبو دو سيلول وحده تاع فار وحده تاع بنادم ونخليوهم يديفيزيو مع بعضهم يعطونا سيلول كبيره فيها دو نوايو. وكنا نقولوا بلي هذه زعما نديرو لها لي
شغل أجسام مضادة إذا شفيت كنا نقوله لهم ونلونوهم تكون ملونة زعما هادو خطورة وهادو مبالي شوف المأكولة نديرهم غاز وهادو غاز. ومن بعد كي يتخلطوا تولي جهة الغاز وحدهم أبخي سامين جهة الغاز وحدهم وجهة الخضورة وحدهم. ومن بعد أبخي دي مينوت راح يتخلطوا لي أبخي 30 مينوت راح يتخلطوا لي كومبليتمون 30 ولا 40 مينوت سي لا ميم شوز بريسك لا ميم شوز. هذا ما كان لا روتاسيون دي بروتيين سور بلاس اي اوبسيرفي اوسي او الفليب فلوب ما اكزيستيش في لي بروتيين سما لي بروتيين واش يصرا فيهم سواء لا ديفوزيون لاتيرال ولا لا روتاسيون سور بلاس الفليب فلوب ما يصراش في لي بروتيين. And that's all. لحقنا لا كونكلوزيون هاد لي قلنا هاد لي تكنيك il vont décrire بلي لا ممبران بلازميك سي اني موزايك واش معناتها موزايك محسوب شغل مخلطه ما ماشي متناسقه. Elle est constituée du protéine, de lipides, des glucides. Elle est fluide. Là, je connais elle est fluide grâce aux acides gras insaturés. Ou le, je connais la fluidité, c'est le cholestérol. Mais où je qui m'a un an. Quand on prend le cholestérol, voilà, il va augmenter la fluidité. Car, elle est fluide. Car les lipides et les protéines, ils vont être عندهم دي موفمون اللي شفناهم بالارامان ولا فلوريسونس هذيك. اند هذه ثاني للحفيظه. اند ذاتس اول جو سوي تري هوروز اللي قدرت نكمل هذا لو كور. سيتي تري رابيد جو بونس باسكو كيما قلت لكم سجلتو دو فوا لا بروميير فوا سيتي تري 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 ديتايي مي ابري الله المستعان وصعيب. إن شاء الله يكون هذا الدرس فاتكم ونلتقي في دروس أخرى. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.